لقد أعلنا منذ البداية أنه بدون هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات لا يمكن تحقيق الاستقرار في سوريا وإنهاء ظاهرة التطرف والإرهاب. إن المرحلة الانتقالية يجب أن تبدأ الآن بعد استفحال الإرهاب ووصوله للدول المجاورة وتهديده لأمن المنطقة والعالم. ولذلك فإننا نؤكد على ضرورة اتخاذ قرار واضح بإلزام الأسد بالتنحي والبدء بإجراءات تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية.